خدت صحابها وطلعوا على الساحل، قعدوا الصيف كله هناك، رقصت وسهرت وفاجأت الجمهور. كلامنا هنا عن هيدي كرم بعد فيديو ليها في صيف 2023 في الساحل، وعمل قلبان وجدل على السوشيال ميديا. حياة هيدي كرم مليانة أسرار وحكايات. اتجوزت مرة واحدة وليها ابن وحيد، ورفضت الجواز مرة تانية. ليه هيدي كرم فاجأة الجمهور باللي عملته في الساحل؟ وازاي بقت مدربة رأس؟ وليه رفض الجواز؟ وايه علاقتها بابنها الوحيد؟ خليكم معانا في الفيديو ده، هنقول لكم كل اللي حصل. هيدي كرم من الفنانات اللي جمالهم بيلفت انتباه الجمهور، يعني ملامح الوش ولون العيون، ده غير انها بيتطبق عليها جملة كل ما تكبر تحلى. تخيل دي عندها ابن اطول منها، ورغم كده محافظة على جمالها وشياكتها، وعشان كده هي بتشارك الجمهور لحظات سعادتها، وملقتش احسن من هرمون السعادة تكشف بيها عن رقصتها في الساحل. يا ترى ايه كواليس اللي حصل؟ هيدي كرم نشرت فيديو على حسابها في انستجرام، ظهرت فيه وهي بترقص وحواليها صحابها المقربين منها، رقصوا وغنوا وهيصوا، وكان واضح من لبسها ورقصتها ان ده ملخص رقصات فعلا، عشان ظهرت وهي لابسة اكتر من طقم وكمان في حفلات مختلفة. ليه هيدي كرم عملت ملخص رقصات؟ اللي يعرف هيدي كرم هيبقى عارف انها شخصية مبهجة بتحب الحياة والسفر، واحلى وقت بالنسبة ليها اللي بيكون مع صحابها، وعشان الساحل السنة دي كان مختلف وغير كل سنة، هي حبت تكون من رواده وتعمل أجواء خاصة بيها هناك علشان الجمهور يفتكرها بيها. غير كده ملخص الرقصات ده ذكرى ليها هي، وأكيد عندها فيديوهات أكتر من دي على موبايلها فيها ذكريات ومواقف خاصة بيها حصلت لها في الساحل. هيدي كرم نشرت الفيديو ده علشان تشرح قد إيه هي قضت الصيف ده في متعة خاصة واستمتاع بالحياة، واعتبرت صيف 2023 مميز بالنسبة ليها. والفيديو كان فيه لقطات من سهراتها في الساحل الشمالي وهي بترقص على أغنية هرمون السعادة، وكان ليها أكتر من إطلالة بهدوم مختلفة، منها أنها لبست كروب توب فضي وشورت أبيض ولملمت شعرها من قدام ورفعته لفوق. وفي فيديو تاني ظهرت فيه وهي لابسة فستان أسود مكشوف البطن. من كام يوم هيدي كرم نشرت فيديو وهي بتستلم شهادة بتقول أنها بقت مدربة رقص، وهي كانت بتمارس الرقص في الجيم مع مدرب ليها وقت ما كانت بتمارس الرياضة برضو. وكمان هيدي قالت انها حققت واحد من اهم احلامها وبقت مدربة في الرقص. والفنانة هيدي كرم ارتبطت عاطفيا وعاشت قصة حب في سن صغير، كان عندها 19 سنة، واتجوزت فعلا وخلفت ابنها الوحيد نديم، بس حياتها ما كانتش مستقرة والخلافات كبرت، واضطرت ترفع قضية خلها على جوزها علشان تقدر انها تاخد حريتها، ورفضت الجواز تاني وما كررتش التجربة، ودلوقتي ابنها اتخرج من الجامعة السنة دي 2023. ايه رأيكم في حياة هيدي كرم ورقصتها اللي وثقتها وهي في الساحل؟ اكتبولنا في التعليقات.